سيد سيد النائب، الرئيس، تفضل السيد النائب، تفضل. سيد الوزير، نشكركم على جوابكم وعلى المجهودات التي تبذلونها منذ توليكم هذه المسؤولية. السيد الوزير، لقد شهدت بلادنا قفزة نوعية في المجهودات الدبلوماسية لصالح قضيتنا الوطنية، وخصوصا بعد عودة بلادنا إلى الاتحاد الإفريقي والزيارات المتتالية لصاحب الجلالة نصره الله إلى العديد من الدول، والمجهود الحكومي المتواصل وخصوصا على مستوى تفعيل اتفاقية الشراكة. سيدة الوزيرة المحترمة، كل هذا المجهود يتم في إطار نقص في الأطر والموارد البشرية الكفأة، لذلك ندعوكم السيدة الوزيرة إلى إلاء كامل عنايتكم ورعايتكم لتعزيز الموارد البشرية بالأطر الكفأة والمؤهلة والقادرة على الترافع عن وحدتنا الترابية. شكرا سيدي. كما نلتمس منكم. شكرا.